تميز. يعني امبارح كان الذكرى رقم 107 على وعد بلفور، الوعد بإنشاء وطن قومي لليهود في الأراضي الفلسطينية. جاءت هذه الذكرى هذا العام بالتزامن مع أكبر إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. هل منحت بريطانيا إسرائيل وعد الدولة ومنحتها أمريكا صك الحماية الأبدي؟ هو التأكيد يعني تاريخ الوعد مش كل العالم العربي عارفه، الفلسطيني بالمدرسة بالنسبة لنا هذا جزء من ثقافتنا، يعني أنه مسألة إنشاء دولة هي جزء من المفهوم الاستعماري ثم أصبح جزء من النظام الإمبريالي العالمي، هي ليست منعزلة عنه على الإطلاق. لما زرعت هذا الموضوع هي استغلت مجموعة عوامل، يعني بالأساس انه الناس تعاملت مع المساله ليس بخطورتها، يعني لم يتم اكتشاف خطوره هذا المشروع مبكرا. كانت هناك بعض المواجهات الفلسطينيين لبعض الاشكال، جزء من المواجهه مع المستعمرين اللي هم الغزاة البريطانيين اللي كان بشكل عام في المنطقه ككل، ولكن لم تكن الحركه الصهيونيه بذاتها هي مركز العداء القومي للشعب الفلسطيني. ومنه تسلل، يعني عدم الرؤية لخطورة المشروع مبكرا ساعد على التسلل، يعني طريقة أحيانا فيها هيك غريب أنه ما أخذ الحق الحقيقي للمواجهة. بدأت لاحقا طبعا بعد الحرب العالمية الثانية مع ما حدث لليهود في أوروبا، ومن ثم الحل على حساب الفلسطينيين والدفع باتجاه الهجرات المتعددة ثم تهجير يهود العرب خاصة مصر والعراق، وبالقوة صارت عمليات إرهاب من أجل أن يهاجر اليهود. بالمناسبة غالبية اليهود في هذه الدول حكوا أنه إحنا هجرنا بالقوة بالإكراه لأنه إحنا عراقيين ديانة يهودية، لم تكن اليهودية ذات بعد لها طابع قومي، هي بدأت البعد الصهيوني يعطيها بعد قومه، لكن هي بالأخير الديانة. ثم أضيف لها مسألة السامية وكأنهم اليهود فقط الساميين، مع أنه هي بالأساس مشتق عربي إذا بدنا نحكي حتى بالمفهوم، يعني العرب هم الساميين ومش اليهود، اليهود ديانة جزء منهم، اليهود العرب هو السامي، كل يهودي مش عربي مش سامي على الإطلاق، شو ما يحكي عن حاله يعني، ويسموني غير سامي مش فارق معي، يعني هم ودولتهم على بلاط يعني زي ما بقول. ولكن المشكلة بالأساس أنه الدول العربية نفسها ما تعاملت مع الحركة الصهيونية عدو لا فكري ولا قومي، وإذا بدك بالأساس حتى الآن هناك في ضعف في مفهوم العداء للحركة الصهيونية. يعني أنت ختمت قبل شوي، وأنت ختمت آخر التقديم دولة عربية، يعني بلاش دولة عربية، خلونا اتحاد أوروبي. اتحاد عربي انه ادخل انا كمواطن اي دولة عربية فيزا موحد. حتى الان لا يجرؤ اي مواطن عربي يدخل مواطن عربي الا انه الامن يقول له. بطلت كلمة الدول العربية هاي، يعني لم تعد الى حق، مش حقيقية بالمناسبة، احنا مسمى خالي من المضمون. لانه ما في قاعدة تعطي هاي القوة، وهذا جزء من تعزيز المشروع التهويدي. احنا عم نحكي كنا عن 47 لما طرح تقسيم فلسطين، الحركة الوطنية الفلسطينية بعتقد جزء منه تحريض بعض الدول العربية لها أن ترفض مشروع قرار التقسيم. رفض القرار ها للأسف ما خدم الحركة الوطنية الفلسطينية، رغم أنه العدالة موجودة، بس مش دائما العدالة المطلقة هي الجواب في مرحلة مش دائما العدالة المطلقة في مرحلة ما بتكون صحيحة، ومرات العكس، وهذا اللي حدث معنا. يعني الرفض المطلق أدى إلى خسارة مطلقة، يعني مش فقط أنه راحت فلسطين وتقسمت بين ثلاث أطراف، دولة الحركة الصهيونية، الضفة الغربية الأردن، باقي قطاع غزة ملحق مصري، يعني التغى الكيان الوطني الفلسطيني، مش فقط أنه بس احتلت فلسطين، والهوية نفسها التبس، صار فيها التباس، يعني الضفة الغربية كلها هوية أردنية، غزة ظلت غزة فلسطينية بس طبعا تحت إدارة حاكم إدارة عام مصري، يبدو الآن بحكم حضرون حاكم إدارة بس إسرائيلي، بنقولوا لنا إياها الآن مرة ثانية بطريقة جديدة. بس بيحكوا زمان كانوا إنه دولة اليهود في هذا، الآن
ما بعد 7 أكتوبر بدأت المسألة تأخذ بعد جديد. يعني وعد بلفور هو أساس الموضوع، الآن هناك وعد جديد. أنا برأيي 7 أكتوبر طرحت وعد جديد للحركة الصهيونية. إيه وهي الوعد الجديد؟ إسرائيل الموسعة. كان الحكي احنا ده اللي قاله ترامب، يعني في ترامب كان بيقول حكي. انه أنا اسرائيل هذا الحكي يعني اراضيها الصغيره، هذا الحكي جديد حكي. انا كاتب هذا الحكي مبكرا بعد 7 اكتوبر، كتبته في اكثر من مقال، كتبت عنه انه هناك توجه لتوسيع اليهود، مش بخط، مش بالضروره باحتلال اراضي خارج فلسطين. التوسع هنا بالمفهوم الامني. الان اسرائيل بتحاول تفرض شروط امنيه على الدول المحيطه. تعالى نفتكر ترامب قال ايه. طيب نشوف لما كان واقف يعني بيقول ان اسرائيل دوله. لا انا سمعت. نفكر الناس بيه علشان الناس تشوف. انا لان كاتب الحكي من اشهر. وهنراجع تاني حضرتك. واستغربوا حتى الشباب لما كتبت انه شو هذا، قلت لهم ليه؟ اي ترامب بده يعمل هذا الحكي. اهو ترامب بس هو التوسع مش ارضي فقط بالمناسبه، هو لانه قد لا يكون، هو حكى عن مساله مختلفه انه ارض صغيره بده